نعم دكتور، هذه جولة من خلال حوض الميناء شاهدنا كسر الأمواج مرورا بالأرصفة الخمسة مرورا بالحفار، فريد نوثق عمق هذا يعني الحوض إذا صح الكلام، والحفار الآن جاري العمل، يعني شقد الأدنى عمق يكون حتى ترسو نقول أكبر البواخر إن شاء الله مستقبلا؟ هنا حسب ما مصمم إلى احنا طبعا بالقناة الملاحية الداخلية الأعماق المصمم إلها ما تختلف عن الأعماق بالقناة الملاحية الخارجية اللي هي راح تكون 19.8. الآن الحفارات تعمل على زيادة الأعماق وواصلة إلى تقريبا 14.something، وبالتالي إن شاء الله راح نوصل إلى الأعماق التصميمية خلال الجدول الزمن المعد لهذا الموضوع. ومثل ما تشوف أنه إحنا نسير بمحاذاة الواجهة البحرية للأرصفة، الأعمال مستمرة بالبناء والأعمال مستمرة بالحفر والأعمال مستمرة بالردم، وفي كل مرفق من مرافق هذا الميناء وفي كل مشروع من هذه المشاريع لن يتوقف بإذن الله العمل. تخصيصات المالية سوف تكون مأمنة لنا الاستمرار بالعمل لحين إنجاز هذا المشروع. الدراسة التصميمية لهذا المشروع هو 19.8، والاتفاق والعقد ينص على أنه الأعماق بالقناة الملاحية الداخلية والخارجية هي 19.8. إذن كل التوفيق لك يا دكتور، إن شاء الله مثل ما ذكرت نلتقي سوية برسو أول باخرة إن شاء الله مستقبلا. إن شاء الله على موعد برسو أول باخرة بإذن الله سبحانه وتعالى.